الخبر اللي عدنا عن قمر مار، فقمر مار نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات تطلب بها المتابعين انه يختاروا لها فيديو او صورة معينة هي تنشرها، فواحد المتابعين طلب منها فيديو شعرها طويل، فنزلت هذا الستوري كان بيه فيديو شعرها طويل لكن مبين عليها صغيرة، والستوري بعدها نزلت هذا الفيديو اللي كان واحد المتابعين يطلب منها انه تنزل اخر فيديو هي صورتها في تيك توك على اغنية معينة، والستوري اللي بعدها طلب واحد منعتها فيديو ويا انور مار فحطت هذا الفيديو شوفوه. وبالسؤال اللي بعده يا حبايب طلب منها عادها انه فيديو هي ونور مار فحطت الفيديو من حوالي شهرين احطكم اياه شوفوه. واخر شخص خدمت بهذا الستوري كانت تبكي بي، فواحد المتابعين طلب من عندها فيديو هي قاعده تبكي. وطبعا الشيء اللي هواي بكم يا حبايب ما تعرفوا انه نور مار وقمر مار التقوا ويا بعض من فتره قصيره، فقمر مار نزلت على حسابه بالانستغرام هذا الستوري، وبهذا الستوري حذفته تقريبا ورا كم دقيقه، بعدها كانت كاتبه عليه انه نور مار نزل صوره حطوا لك كل اللايكات، كانت كاتبه بها اللي جوا انه هاي صور خرافيه لان هي اللي مصورتها، هذا يعني اكيد انهم التقوا ويا بعض عم تقدر تصوره او انه الصور هاي مصورتها من قبل. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر، اتوقع صور قديمه او صور جديده. بالنسبه ليار مار يا حبايب فيار نزلت على حسابه بالانستغرام هذا الستوري كانت ما زعلانه بي، بعد تقول ان يوم جاءت امتحان لكن هي ما جاوبت بي زين، بعد نزلت هذا الستوري كانت بي شوي حزينه كاتبه مين تعبان مثلي. هاي كيفكم؟ انا هلا طلعت من الامتحان حاسه حالي قدمت مو منيح. واخر شيء ختمت بهذا البوست اللي كانت كاتبه عليه لا تستهينوا بالقوه اللي تقرر انه تغير حياتها الى اتجاه ثاني، فهم المتابعين صاروا يتوقعون ان هي قاعده ترد على نور مار باخر بوست نزله اللي كان كاتب عليه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يقول انه يا مار تقصد انه هي قويه كانت بحد قدرت تطلع من طريق نور مار وتغير حياتها، والنور مار كان يقول عسى تكرهوا شيئا ولو خروج قمر مار او يا مار فهو شيء ما يريده ولكن يمكن يكون خير بالنسبه له، فاكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بالموضوع. خلينا نروح حاليا لمفاجات اليوتيوبر، فاول شيء هو نور مار، فنور مار نزل على سبب الانستغرام هذا الستوري، وبهذا الستوري طلع عليه مخلل لانه هو راح ينزل مقطع يوم السبت راح يكون فيديو ناري فيديو خرافي، راح يكون اقوى من الفيديو الاول حتكم اياه تشوفوه. يا جماعه استنوا فيديو يوم السبت على قناه الاساسيه، فيديو من اروع الفيديوهات، اقوى من الفيديو اللي راح بكثير، جربنا شغلات كثير جديده وراح تستغربوا منها، ايش رايك محمد؟ جنن بحط لازم. واليوتيوبر الثاني هو محمد جواني، والفيديو كليب الناري اللي راح ينزله باشر على الساعه بالستة، طبعا هو نزل البرومو على حسابه بالانستغرام حطوكم اياه تشوفوه. ولعها بلغم جوي الحفلة بلغم جوي. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات قالوا انتم حمسين هذا الفيديو كليب، وبس والله وصلت مقطع ما اعجبكم تحطون لايك وتشتركوا بالقناة عشان يكون في زي مقاطع من القصص، ومع السلامة. وسارع المكالمة.